ما تخافيش يا سكر، انا بس كنت عايزه اعرف ابوكي محبوس بودره ولا سلاح. ايه بتجري كده ليه؟ وانا بركب العربيه في واحده ست شكلها غريب قوي، قالت لي انت ابوكي مسجون وقالت لي كلام وحش قوي على بابا، انا خايفه. واحده والمنطقه هنا؟ ما اعرفش. روح انت زور ابوكي. مين اللي مشغلك؟ لسه طالع البيت حالا. حلو ان انتوا الاتنين قاعدين عشان كلامي ما تكرروش. عايزكوا تحافظوا على الباقي من كرامتكوا، ده لو كان لسه في باقي. ايه شغل الحريم ده؟ صليت واحده على حد من حريمي؟ وشغل النسوان ده ما يطلعش غير من البيت ده؟ احنا مش فاهمين انت بتتكلم على ايه اصلا. بس ياه، وعدناك يا حمايل. وبعدين ابو يوسف امبارح جاي عامل حنين في بيتي في غيابي، النهارده اتسلط واحد على مراتي. طب فوت يومين ثلاثه مش ورا بعض كده. خدوا بالكم على نفسكم. اللهم بلغت، اللهم فاشل. جعفر ايه؟ خلي بالك ان اللي في السجن أكيد هيخرج. قالوا الحمارة مش عايزة تشوفي خلفتك. قلت لهم لا، ما أكيد مش غزال. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.